السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله النهاردة أقدم لك برنامج شؤون الموظفين اتش ار مجاني لوجه الله الكريم بالكامل. هسيب لك طبعا رابط البرنامج في الديسكريبشن تحت. هنا طبعا بيدي لك أسماء المستخدمين اللي أنت تقدر تستخدمهم في البرنامج بتاعك، كل واحد بيظهر صورته أول ما بتحط اسمه بكل سهولة في النموذج بتاعنا. يعني أنا ده شاشة الدخول عاملها طبعا عامل مستخدمين، كل مستخدم بمجرد انت بتحط اسمه تمام بيبدأ يدي لك البيانات بتاعتك اللي انت هتبدأ تشتغل عليها. ومن هنا بكتب انا الباسورد، لو انا كتبت الباسورد كده وعملت الدخول يقول لك يبقى ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور بصورة صحيحة. طب لو انا كتبت مثلا ممدوح مثلا 1 2 3 والدخول، هيبدأ يدخل لي على البرنامج بتاعي اللي انا شغال عليه. تمام، يبقى انا البرنامج بتاعي اللي انا شغال عليه بدا اهو بدا يفتح معايا ويكون معايا ايه موجود شاشته زي ده كده بالظبط، اهو شاشه رئيسيه ابدا استخدمها في كل البيانات. مجرد ان انا بدخل على اي مكان من هنا بيقدر يخشيني على البيانات اللي هي موجوده معايا. من هنا طبعا شاشه التكويد، طبعا التكويد الرئيسي للبيانات اللي هي الموظفين ومركز والمحافظه والديانه والحاله الاجتماعيه وقسم المصروفات. بعد كده الادخالات الرئيسيه، تسجيل الموظفين، استعلام الموظفين، المصروفات، صرف المرتبات واستعلام المرتبات. بعد كده بيجي عندي استعلام الموظفين، استعلام المصروفات، معاينه التقرير، معاينه تقرير الشركه، طباعه الموظفين، طباعه المصروفات، طباعه المرتبات. وهنا الاعدادات الرئيسيه اللي هي تسجيل المسؤولين وتسجيل المستخدمين اللي احنا نبدا نشتغل عليه. يبقى انا اقول له تسجيل المستخدمين، بيبقى يبدا يديني شاشه زي دي بالظبط كده، باجي اقول له الاول التالي السابق السابق التالي كده، ببدا اشتغل ما بينهم في النموذج بتاعي. حبيت اعمل واحد جديد، مجرد ان انا بقول له جديد بيبدا يديني عندي اهوت نموذج جديد. ابدا اقول له مثلا تعالى لي هات لي صوره المستخدم، بقول له اد، واجي اقول له مثلا من على الديسك توب كده، واجي اقول له صوره الايقونات، الايقونات بتاعتي هنا صوره العملاء، وابدا اشتغل على اي عميل من دول، واجي اقول له تعالى لي هات لي الشكل ده او الشكل ده كده، وابدا اقول له اوكي وابدا استخدمه. اقول له الاسم بتاعه اي اسم بقى، الاسم المسجل عندك عربي انجليزي زي ما انت عايز. ممكن اقول له كده مو كده اي بيانات اهو يوسف مثلا، او يوسف تمام، واقول له ايه 25 26 مثلا، واقول له ايه حفظ. خلاص يبقى انا كده ايه هنا جديد وهنا حفظ وجديد، خلاص بيبدا يشتغل معايا جديد خلاص اهوت، بيبدا ايه يتسيف معايا في البرنامج. واقول له السابق تمام يوسف اهو، ممدوح هنا محمد وهنا عادل، ويبدا يديني كمان بيانات البرنامج بتاعي. ده بدايه الايه البرنامج. هنا التكويد بقى هنخش بقى في الحاجات المهمه جدا اللي انت هتقدر تشتغل عليها في النموذج بتاعك او في البرنامج بتاعك. البرنامج من هنا بقول له بيانات الشركه، وهنا بقدر احط بيانات الشركه بالكامل، الشركه اسمها ايه؟ شركه اهوت يوسف محمد للاستيراد والتصدير. اي بيانات تمام؟ المسؤول مثلا اهوت اهوت احمد محمد، اي بيانات. وهنا بتحط ارقام التليفونات وارقام البيانات بتاعتك والجيميل والايميل، وتكتب صوره الشركه والصور الموجوده معانا. تمام، بعد كده قسم الموظفين. تمام، هنا بيبان لي في البيانات بتاعتي هنا في الاول اهوت مثلا قسم شؤون العاملين، التالي قسم الكهرباء، التالي قسم المحاسبين، قسم الغزل والنسيج، قسم الكتان، الاقسام اللي موجوده معايا لغايه ما اوصل انت بالفعل على ايه على ايه القسم الاخير. لو انا قلت له جديد تمام اهو عمال ونظافه مثلا، اي بيانات اقول له مثلا حفظ. مجرد ان بقول حفظ بيبدا يحفظ لي وايه ويجيب لي نموذج جديد في البيانات بتاعتي. تمام، بيبدا يغلق لي النموذج. هنا المركز وده المراكز اللي هي موجوده عندك حسب الدولة اللي انت شغال فيها. تمام، المركز بتاعك مثلا هنا زفت، المحلة، سمنود، منوف، مدغمر، المنصورة، كفر الزيات. ممكن اقول له هنا شبراخيط مثلا، شبراخيط تمام، واجي اقول له هنا حفظ. مجرد ان انا حفظت خلاص بيبدأ يديني البيانات اهوت. لو انا يديني البيانات بتاعتي اللي انا ببدأ اشتغلها، اقول له الاول التالي اهوت الاخير، ببدأ اخش على بكل ايه سهولة. تمام، يبقى انا ايه كده طلعت البيانات بتاعتي. تمام،
هنا بقول له المحافظة، المحافظات اللي عندك هنا الأول، الغربية، الدقهلية، المنوفية، اسكندرية، القاهرة، أي بيانات، أي بيانات هنا. هنا ممكن تقول له جديد مثلا، جديد هنا ممكن أقول له ألمانيا، تمام، أقول له حفظ، بيبدأ يحفظ لي النموذج بتاعي، تمام، أقول له اقفل، بيقفل لي. هنا الحالة الاجتماعية، وهنا الحالة الاجتماعية الأول، أعزب، متزوج، أرمل، مطلق، خاطب، أي بيانات أنت عاوز تضيفها، عاوز تضيف جديد، أي بيانات أنت عاوز إيه تضيف الإيه، أضيفها بكل سهولة. بقول له اغلق، بيغلق لي النموذج، تمام. الحالة الاجتماعية، أقول له قسم المصروفات، وده قسم مهم جدا، المصروفات بتاعت الكهرباء، طعام وشراب، والمواصلات، العمال، النظافة، سائقين، بنزين، غيار، أدوات، اي بيانات ممكن اقول له جديد. هنا اقول له ممكن ايه، مصروفات، مصروفات شراب وطعام عمال، اي بيانات اقول له كده، اقول له مثلا اقول له حفظ، بيبدا يحفظ لي البيانات بتاعتي اللي موجوده معايا. ببدا اقول له كده تعال لي، هنا ببدا اقول له خلاص كده خلصت الاقسام الرئيسيه اللي انا هبدا اشتغل عليه. بيبدا بعد كده يدخل على الادخالات الرئيسيه، تسجيل الموظف، وتسجيل الموظف ده من ضمن البيانات اللي انت لازم تكون عارفها كويس جدا. هنا بيبدا يظهر لك اسماء الموظفين هنا بالكامل، اسماء الموظفين هنا بالكامل زي ما انت شفت كده، اخر واحد رقم 11، وهنا بدا لي من اول 12، اول ما فتحت النموذج اي في البيانات بتاعتي، في النموذج في البيانات بتاعتي، خلاص ببدا اشوف النموذج بتاعي اللي انا هبدا اشتغل عليه. باجي اقول له تعال لي هنا اسم الموظف، طبعا اول ما بكتب اسم، اول اسم من الموظف بيبدا يديني ايه، يبدا يديني بيانات رئيسيه هنا في النموذج، ويعمل لي فلتر على البيانات اللي موجوده. لو انا قلت له احمد مصطفى، تمام، بدا يشوف فلتر لي، قال لي ان مفيش حد عندي هنا في الاسماء الموظفين اسمه احمد مصطفى، يبقى انا كده ايه سهل كده اعرف ان انا سجلته او لا، تمام. طب رقم البطاقه، اي رقم بطاقه، تمام. هنا وانا بعمل برضو هنا بحث، او زي ما انت شايف كده لو بعمل بحث بيبدا يفلتر لي الاسماء، يشوف لي رقم البطاقه ده موجود ولا لا. الرقم الوظيفي طبعا انت تقدر تحطه زي ما انت عايز، تمام. الراتب بتاعك مثلا ايه، 3600 جنيه مثلا، او مثلا ممكن اقول له 9600، تمام. القسم طبعا انا دي الاقسام اللي انا كنت عاملها في التقويضات الرئيسيه، بيبدا تظهر معايا اهوت، اقول له مثلا عمال ونظافه، تمام، وهنا رقم التليفون اقول له مثلا 018، تمام. الايميل بتاعك اهوت جيميل، اقول له جيميل اهوت جيميل، واجي اقول له تعال لي. عنوان الموظف مثلا ممكن اقول له المانيا الجديده، تمام، اقول له بقى طبعا باللغه العربيه، طبعا وانا بعمل هنا المانيا الجديده، تمام، وابدا اقول له المركز الموظف مثلا هنا اهوت، اقول له مثلا تعالي لي اهو، اي بيانات، شبرقيه المركز بتاعك اهوت، ممكن اي بيانات اهو، تقدر محله زفته، اي بيانات انت بتقدر. المحافظه ممكن اقول له المنيا عادي جدا، احط له ايه تاريخ التعيين، وده تاريخ التعيين طبعا لازم اقول له مثلا انا اتعين مثلا من اول الشهر، خلاص من 1/8. تاريخ الانتهاء هينتهي بعد كام، بعد كام سنه مثلا، اقول له مثلا اهو نفس التودي مثلا كده، اقول له ايه مش 25، اقول له مثلا اقول له 28، تمام. يبقى انا عرفت ايه تاريخ الانتهاء. الديانه هنا بقى اقول له مثلا مسلم او مسيحي، تمام، عندك الديانه اللي انت تقدر تشتغلها مسلم مسيحي اهوت، بحطته مثلا اقول له مسلم. الحاله الاجتماعيه مثلا متزوج، وهنا ملاحظات الموظف عمال، عمال مثلا صيان، عمال صيان، تمام، واقدر اكتب له اي حاجه. ممكن من هنا اقول له تعال لي ابدا حط لي اد، اقول له اد، ويحط لي صوره مثلا له، صوره الموظف، اقول له تعال لي، اقول له اوكي، بدا يحط لي صوره الموظف. مجرد ان انا اقول له حفظ، بدا يحفظ لي، حفظ لي، وبدا ينزل لي البيانات. لو انا نزلت كده احمد مصطفى، وبدا يديني البيانات الرئيسيه بتاعتي او البيانات الفرعيه اللي انا اشتغلت عليه. هنا مميزات كتيره جدا بقى، هنا ممكن اعمل طباعه، تمام، يعني ممكن ادوس طباعه هنا كده، هيبدا يطبع لي، طبعا ما فيش طباعه، هيبدا ينزله لك PDF، تمام، في النموذج بتاعك. اعمل معاينه، المعاينه، تمام، اقول له عندي المعاينه اهو،
وابدا اشوف المعاينه بتاعتي واقدر ايه استغلها واشوفها بكل سهوله. فتح الاستعلام، تمام، استعلام هو بيبدا يديني استعلام خاص بجميع الموظفين حتى اخر موظف اهوت. ممكن ابحث بالكود هنا، ممكن اقول له الكود، ممكن ابحث هنا باسم الموظف باول اسم اول حرف، اقول له ميم، هيبدا يجيب لي كل الفم ميم صاد، هيبدا يجيب لي اي حد فيه ميم صاد. طه، تمام، هيبدا يجيب لي مصطفى، تمام. طب لو انا عملت له ميم ح ميم، هيبدا يجيب لي ايه اي حد مثلا محمد محمود، او مثلا قلت له واو، هيبدا يجيب لي اي حد اسمه محمود، تمام. اهو لو انا جبت دال، هيقول لي اي حد في الاسم اسمه محمد، تمام. ممكن ابحث برقم البطاقه 5 2 كده، اي رقم بطاقه، ابحث بالرقم الوظيفي اهو، الرقم الوظيفي اهو قدامي اهو. لو انا مثلا خدت ده اوتوماتيك كده وحطيته هنا كده كده، بدا يجيب لي ايه الرقم الوظيفي. هنا بحسب الراتب مثلا، اقول له 6500 مثلا، هيبدا يقول عندك 6500. ممكن اقول له 4500، هيقول لك مفيش. لو قلت له 4300، هيبدا يجيب لي اي موظف عنده 4300، قسم الموظفين، العمال، النظافه، عندي الحديد، ممكن التسليح، قسم شؤون العاملين، اي حاجه بقدر اشتغله. ابحث برقم التليفون 018، هيبدا يجيب لي اي حد 018. ببحث بالكود بالاسماعيليه، الجيزه، سمنود، شبرخيت، زفته، اي مدغمر، اي بيانات اقدر ابحث بيها. وابحث بالمحافظه هنا اسكندريه، ممكن ابحث بالديانه، مسلم او المسيحي طبعا، اي بيانات بتقدر تبحث بيها. الحاله الاجتماعيه، الارمل، اجيب الارمل، الاعزب، الخاطب، المتزوج، المطلق، وابدا اشتغل على البيانات بتاعتي اللي انا ايه موجوده معايا. قافل، تمام، قفلت كده. وممكن ابحث هنا باي كود موظف، رقم مثلا 10، تمام، اقول له بحث، تمام، هيبدا يجيب لي رقم 10، تمام. اقول له رقم 8، هيجيب لي رقم 8. طب لو حبيت ابحث هنا بالاسم، ابحث بالاسم من هنا اهو، بمجرد ان انا ببحث بالاسم بيبدا يديني ايه البيانات بتاعتي كلها اللي انا شغال عليها، البيانات بتاعتي اللي انا شغال عليها في الايه في النموذج بتاعي اللي موجود معايا. يبقى انا حطيت بياناتي، قدرت اشتغل على النموذج بتاعي بالكامل، قدرت اطلع البيانات في النموذج بتاعي. ممكن الاول التالي، حفظ اي بيانات، عاوز اعمل تراجع، عاوز اعمل تعديل. يعني مثلا ممكن اطلع اللي هو ده مثلا، اقول له ابحث لي عن مثلا رقم 5 ده، تمام، هيجيب لي مثلا او رقم البطاقه، ممكن اقول له او اغير فيها، تمام، واقول له ايه تعديل. عملت تعديل، بدا يتعدل في النموذج بتاعي. هنا لو عاوز احذف اي نموذج بتاعي، ممكن اقول له الاخير كده واحذف، احذفه، مفيش مشكله. لو عملت حذف، هيقول لي هل انت متاكد من حذف السجل؟ لو قلت له يس هيحذف، لو قلت له نو هيبدا ايه موجود معايا في النموذج زي ما احنا شايفين بالظبط كده في البرنامج. فتح الاستعلام ده، طبعا احنا قلنا الاستعلام ده سهل وبسيط، لازم ايه يكون شغال معانا بكل سهوله. كمان عندي ان انا لو عملت هنا معاينه او اعمل طباعه واغلق كده، تمام. بعد كده استعلام الموظفين اللي احنا كنا طلعناه طبعا، هو المصروفات اليوميه، وده المصروفات اليوميه اللي انا ببدا اشتغل عليه. اقول له مثلا فاتوره المياه، ممكن اقول له مين المسؤول اللي دخل لي البيانات بتاعتي، اقول له مثلا هنا 1200 والمبلغ هنا، لا هنا الكميه مثلا واحد، وهنا مثلا حطيت 500 جنيه، او ممكن اقول له الكميه 2، انا عندي عدادين مثلا اهوت، وممكن اقول المصروف كده يشتغل معايا. اقول له حفظ، هيبدا يحفظ لي البيانات بتاعتي، بدا يحفظ لي البيانات بتاعتي وانا ايه شغال اهو، وانا شغال بيبدا ايه يظبط لي اخر النموذج اهو الوقت، وبيدي لك التاريخ، تمام، وبيبدا يدي لك كمان اهوت، بيبدا يدي لك ايه المبلغ بتاعك اللي انا ايه اشتغلت عليه. المصروفات ممكن اقول له الانترنت، تمام، اقول له تعالي لي هنا عبد الرحمن، واقول له هنا الكميه واحد والمصروف مثلا 1200 جنيه، وهنا هيبدا يديني، اقول له حفظ، بيبدا يحفظ لي البيانات بتاعتي اللي انا شغال معايا. وهنا بيدي لك عدد السجلات واجمالي الكميه، الكميه، وهنا كمان بيديني المبلغ المصروفات بالكامل اللي انا اشتغلت عليها في النماذج دخل. هنا بعمل استعلام كمان، اول استعلام ممكن اعمل استعلام، اقول له ما بين تاريخين، اقول له مثلا هات لي من اول الشهر من يوم واحد مثلا لغايه يوم 31، واقول له مثلا بحث ما بين تاريخين، جاب لي ايه اللي انا عملته النهارده بس اهوت، المصروفات اللي انا عملتها خلال الشهر. طب لو انا قلت له من اول عندي كده
من شهر من 2022 كده وبحث ما بين تاريخين، هيبدأ يجيب لي البيانات كلها. لو حبيت ابحث باسم مصروف مثلا كهرباء، هنا كهرباء، هيبدأ يجيب لي الكهرباء. تمام، لو حبيت ابحث باسم الموظف المسؤول اللي موجود معايا بيبدأ يجيب لي اوقات ايه اللي هو صرفه خلال الفترة الزمنية اللي انا شغال عليها. تمام، هنا كمان ان انا ممكن اقول اغلاق، خلاص كده، خلاص خلصت انا بتاعي، خلاص هنا كده صرف المرتبات. تمام، وهنا من ضمن البيانات الرئيسية اللي انت لازم تعرفها مسؤول هنا المرتبات ايه في النموذج. اقول له مثلا تعالى لي عادل مسؤول الصرف شهر مثلا اغسطس هنا 2025، وهنا ممكن اقول له كود الموظف اهو، اقول له مثلا موظف رقم واحد هنا كان عنده خصم 1200 جنيه، وسلفة كان واخدها مثلا 500 جنيه. تمام، ويجيب لك المبلغ المتبقي. طب لو عنده مكافئات، عنده مكافئات مثلا 3000 جنيه. تمام، 3000 جنيه يبدأ يدينا المواصفات عندك اهو. اقول له الموظف رقم 2، تمام، مثلا اقول له الموظف رقم 3، الموظف رقم 4، تمام، الموظف رقم 4 مثلا، 5، 6، اي بيانات اهو انا ببدأ ايه اشتغل عليه. تمام، اقول له مثلا رقم 4 اهو بيبدأ يشتغل معايا، ابدأ اختار اي صنف. وهنا اقول له مثلا خصم، ما كانش عنده خصم ولا سلف مثلا، اقول له ايه هنا المكافئات مثلا 250 جنيه، وهنا كان 150 جنيه. تمام، وهنا عنده ايه 400 جنيه. تمام، لو كان خد مني سلفه مثلا، ده خد مني سلفه 150، هتلاقي اتخصم من المرتب عندك اهو. طب ده خد سلفه 250 هيتخصم هنا 600 جنيه. تمام، هيتخصم من النموذج بتاعي. وهنا بيديني عدد الموظفين اللي انا سجلتهم، تمام، واجمالي الراتب واجمالي الخصم والصفه بتاعتي واجمالي الخصم اللي موجود معي. وهنا بخش الاول التالي السابق الاخير، ببدا اخش على النماذج كلها بكل سهوله واقدر اشتغل على الايه البرنامج بتاعي. تمام، حفظت خلاص كده، ظبطت النموذج بتاعي، بقول له حفظ حفظ كده، بيحفظ لي النموذج بتاعي. اجي اقول له مثلا تعالى لي بحث هنا مثلا، اقول له بالكود 5 هيجيب لي رقم 5، رقم 6 هيجيب لي رقم 6، اعمل معاينه. طبعا المعاينه بتاعتي اقدر اقول له لا تعالى لي هنا الطباعه، الطباعه بتاعتي اقول له طباعه، يبدا يطبع النموذج بتاعي. لو مش عندي طبعا هيبدا يخش لي على ايه بي دي اف ويطبعه له بي دي اف. تمام، اعمل اغلاق. وهنا استعلام المرتبات، استعلام المرتبات ده من ضمن الحاجات الاساسيه. ممكن اقول له بحث ما بين تاريخين مثلا من اهو من شهر مثلا واحد ل توداي مثلا، توداي اقول له بحث، بدا يديني اهو الاجماليات بتاعتي بالكامل اهو والمصروفات بتاعتي، وهنا الاسماء والشهر، ويبدا يدي لك ايه البيانات. ممكن ابحث بالاسم من هنا او باسم الموظف او بكود الصرف. تمام، او ممكن ابحث بايه بشهر الصرف اغسطس كده. تمام، هيبدا يجيب لي ايه اغسطس، اي حاجه في شهر اغسطس. تمام، ويبدا يديني البيانات بتاعتي بالكامل. هنا التقارير، استعلامات الموظف طبعا، هنا استعلامات المصروفات، وهنا كمان معاينه التقارير، التقرير رقم 1 2 كده مثلا، ويبدا يجيب لي التقرير رقم 1 او 2، طباعه الموظف، عندي هنا طباعه المصروفات وطباعه المرتبات. وهنا الاعدادات، ببدا اخش على تسجيل المسؤولين وتسجيل المستخدمين في البرنامج بتاعي. برنامج سهل وبسيط اهو، سهل وبسيط، مجاني بالكامل طبعا، تقدر تشتغل عليه وتطلع البيانات بتاعتك اللي انت عايز تطلعها. تقدر تخش على النموذج، اي نموذج طبعا انت محتاجه، حابب تعدل عليه تعدل، حابب تحذف البيانات بتحذف، عاوز تدخل ادخالات جديدة طبعا. لو حد محتاج اي حاجة نقدر نصممها له. تمام، بيكلمنا على رقم 010-33 الرقم بتاعي ده. تمام، او من هنا طبعا الرقم بتاعي التاني، لكن الرقم الاساسي اللي هو رقم 010 ده. طبعا من خارج مصر بنحط 002. تمام، هسيب لك الرابط في الديسكريبشن بالكامل، تقدر تشتغل عليه وتحط بياناتك بالكامل. وطبعا عاوز تغير في اي حاجة غيرها، ويبدأ يشتغل على البيانات بتاعتك الرئيسية اللي انت ايه اللي انت معاك في شركتك. طبعا بتمنى من ربنا يكون وفقنا في شرح النهارده، ونلتقي في الحلقات القادمه باذن الله. شكرا لحضراتكم.